للمزيد حول انتهاكات ميليشيا الحوثي في اليمن ينضم إلينا الأستاذ محمد الأحمدي الصحفي اليمني عبر الهاتف من إسطنبول. أستاذ محمد مرحبا بك. الأمم المتحدة تعبر عن تأثرها العميق بما شغلته من جرائم ميليشيا الحوثي وأنت مراقب عن كثب الوضع في اليمن، هل قدمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ما يلزم لوقف هذه الانتهاكات من وجهة نظرك؟ عليكم مرحبا بك والمشاهدين. للأسف الشديد هذه التحذيرات وإن كانت جادة وحقيقية وبالفعل اليمن يواجه مخاطر كبيرة وانتهاكات واسعة لميليشيا الحوثيين، لكن هذه التحذيرات منذ سنوات نسمعها على ألسن المسؤولين الأمميين من مختلف الوكالات التابعة للأمم المتحدة، لكن في الواقع لا تزال ميليشيا الحوثيين تستوطن بمشروعها التدميري الطائفي العنيف والقمعي والفاشي مناطق الكثافة السكانية، وتستأثر بموارد مهمة لصالح حربها على المجتمع اليمني تحت سمع وبصر هؤلاء المسؤولين الأمميين أنفسهم والمجتمع الدولي بشكل عام. للأسف الشديد هذه التحذيرات وهذه المخاوف التي يطلقونها تأتي دائما للبحث عن حصول على تمويلات للمشاريع. نعم هناك مشاريع للوكالات التابعة للأمم المتحدة في اليمن، لكنها رغم وجودها الإشكالية تتسق أكثر، وطأة الظروف المعيشية واتساع مساحة الفقر وغياب الأمن الغذائي لمعظم السكان في اليمن، كل هذه الإشكاليات لا تزال مستمرة. طيب كيف يمكن كيف المجتمع الدولي للأسف لم يقف وقفة جادة في إنهاء سيطرة هذه الميليشيا الفاشية الطائفية على رقاب اليمنيين؟ فقط المجتمع الدولي التعويل عليه لإيقاف انتهاكات ميليشيا الحوثي ضد اليمنيين في مناطق سيطرتهم أو في مناطق النزاع؟ للأسف اليمنيون في الحقيقة لم يعودوا يعولون على المجتمع الدولي ولا على الأمم المتحدة مساعي وراء مساعي يبذلها المبعوث الأممي واجتماعات لمجلس الأمن وإحاطات يقدمها مسؤولو الوكالات التابعة للأمم المتحدة العاملة في اليمن، ولكن في المحصلة كما قلت لم يجد اليمنيون وقفة جادة من المجتمع الدولي يتحمل مسؤوليته أولا في حماية اليمنيين من الانتهاكات وجرائم القتل اليومي والتعذيب في سجون ميليشيا الحوثيين، اختطافات والإخفاء القسري، واضح، وسرقة اللقمة من أفواه الجوعى والمحتاجين في اليمن، جرائم متعددة وكثيرة وواسعة النطاق ترتكبها ميليشيا الحوثيين، ولكن لم تتخذ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إزاءها أي إجراءات صارمة. رابطة حقوقية في تقرير لها أكدت وفاة شاب يمني بسبب التعذيب في سجون ميليشيا الحوثي، كيف ترى واقع المعتقلين في سجون الحوثي في ظل منع كامل للمنظمات الحقوقية من زيارة المعتقلات؟ هذه الحادثة التي أشارت إليها رابطة أمهات المختطفين اليوم واحدة من عشرات وربما مئات الحالات لمختطفين غيبوا في سجون الميليشيا الحوثية التي أنشأت مئات السجون السرية إلى جانب السجون التي كانت تابعة لمصالح الدولة اليمنية قبل الانقلاب على الدولة في سبتمبر 2014. توسعت ميليشيا الحوثيين في إنشاء السجون السرية واقتادت الآلاف من اليمنيين إليها ومارست بحقهم صنوف التعذيب والتنكيل والقمع الرهيب في سلوك ينم عن عدم وجود أي صلة لهذه الميليشيا بالمجتمع اليمني ولا تأخذها رأفة في اليمنيين. مارست بحقهم التعذيب حتى أفضى منهم العديد للوفاة تحت التعذيب، بعضهم أيضا أطلق سراحه مشلولا مقعدا لا يستطيع الحركة بسبب التعذيب، وآخرون أطلق سراحهم وتوفوا بعدها بأيام جراء تبعات التعذيب ومضاعفات التعذيب. صحفيون وناشطون سياسيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وأئمة مساجد وعموم اليمنيين طلاب وأساتذة تربويين وغيرهم تم اعتقالهم في سجون الميليشيا الحوثية ومارست بحقهم صنوف التعذيب والتنكيل، واستخدمت أحيانا أيضا حتى المحاكم التي تقع تحت سيطرتها
كجزء من أدوات حربها على هؤلاء المختطفين والمعتقلين، وأصدرت أحكاما بالإعدام على صحفيين لا زالوا حتى اللحظة في أقضية المعتقلات التابعة لهذه الميليشيا. الحديث عن ملف المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسريا في سجون ميليشيا الخفيين يعني يندى له الجبين في الحقيقة. هذا ملف مؤرق، ويعني للأسف المجتمع الدولي أيضا أخفق في وضع حد لمسلسل القمع والتنكيل الرهيب الذي تمارسه ميليشيا الحوثيين مع المعتقلين والمختطفين. بطبيعة الحال يعني الخاسر الوحيد في ظل هذه الانتهاكات هو المواطن اليمني. سيد محمد، الانتهاكات مستمرة، في الآن المواطن اليمني في معركة جديدة مع المجاعة. الشعب اليمني مهدد بهذه المجاعة بحسب برنامج الأغذية العالمي. إلى أي مدى ترى أن الحكومة الشرعية تتحرك بالاتجاه الصحيح من أجل إنهاء هذه المعاناة؟ الحقيقة يعني الحديث أيضا عن إخفاقات الحكومة الشرعية والتحالف في اليمن يعني حاضر بقوة في أثناء التطرق لمسألة المأساة الإنسانية. كل التبعات هذه الكارثية للحرب في اليمن سببها ميليشيا الحوثيين أولا ثم الحكومة والتحالف الذي أساء إدارة المعركة لإسقاط مشروع الحوثيين، وهو ما أدى إلى إطالة أمد الصراع ودخول حسابات ومطامع معينة قوضت عدالة نضالات اليمنيين ضد ميليشيا الحوثيين وساهمت في توطين مشروعهم الطائفي في مناطق الكثافة السكانية وتطوير قدراتهم العسكرية. اليوم لا يكاد يخلو أسبوع من إطلاق طائرة مسيرة وصواريخ باليستية حتى في عمق الأراضي السعودية تطلقها ميليشيا الحوثيين وزوارق مفخخة في البحر. هذه ميليشيا إجرامية وبطبيعة الحال، لكن للأسف أيضا ساهم إخفاقات الشرعية وسوء إدارة التحالف للمعركة ساهم في إطالة أمد الصراع. واليوم يعني يبدو أن ملف الحرب في اليمن قد يأخذ بعدا آخر أكثر تعقيدا في ظل تطورات على المشهد الإقليمي والدولي. شكرا لك سيد محمد الأحمدي الصحفي اليمني، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.